ويبقى معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري السابق. أهلا بكم فضيلة الشيخ. وهل مشكلة السوريين حاليا هي عدم التوحد أم أن المشكلة تكمن في دائرة صنع القرار التي لم تعد بأيديهم وأصبحت مرتبطة بهذه التحالفات الدولية؟ السلام عليكم أخي الفاضل. عليكم السلام. التوحد هو عامل أساسي في كسر حلقة تفريغ القرار السوري ومصادرته. هذا أمر ضروري، وبالتأكيد هناك نقاط مشتركة يمكن الاتفاق حولها. نعم، من خلال الكلمة المسجلة لحضرتكم تحدثت عن وجود فخاخ أخطاء في جنيف وأستانا وهذه المساعي الدولية. هل هي دعوة مثلا تفهم من خلال حديثك للانسحاب من تلك المفاوضات؟ إذا ما كانت كذلك، ما البديل عنها في ظل هذا المشهد السوري المتشابك جدا اليوم؟ أخي، حقيقة هناك فخاخ وإضاعة للوقت واستنزاف للسوريين وخديعة لهم. تكلمت مع الإخوة في رئاسة الائتلاف بأن يكون هناك تواصل مباشر بين المعارضة وبين النظام، وتكلمنا مع عدة جهات دولية وقلنا لا نريدكم لأنكم لم تبذلوا أي جهد سابق في حل مشكلة السوريين، أنتم تبحثون عن مصالحكم فقط. فربما تأمين ساحة لقاء سورية بعيدا عن أي يد خارجية يحقق بعض البدايات التي قد تصلح لمقدمات حلمة. ما الذي يمنع من هذه الجلسة أو هذا الاجتماع السوري وترتيب الأوراق ومن ثم الانطلاق إلى المجتمع الدولي؟ في عندنا أكثر من عائق. أول شيء، بعض الدول قد لا ترغب بذلك لأنها ستفوت مصالح كثيرة. الأمر الثاني، هناك نوع من عدم الشجاعة في كسر هذه الحلقة. ما زال بعض الناس يعيشون إرهاب بعض الفضائيات التي تعتبر أي نوع من اللقاء هو نوع من الخيانة، وطبعا هذه نوع من الشيطنة وجر السوريين إلى مزيد من المصائب. أعتقد هذا الشيء الذي خون ومنع الناس منه يجب كسره، ومهما كانت النتائج فلن تكون أسوأ مما هو عليه الحال الآن للسوريين. طب هل باعتقادك شيخ معاذ أن هناك حل في الأفق قريبا في سوريا مع هذه الفرضيات أو هذه الحلول التي يفرضها المجتمع الدولي، مناطق خفض التوتر مثلا وخلافه من مثل هذه الاتفاقيات التي تم تنفيذها في الفترة الأخيرة؟ هذه الاتفاقيات بغض النظر عن سلبياتها، إذا كان فيها جانب إيجابي فهي نوع من حبوب الأسبرين والتي بعد فترة ستزول ونرجع إلى نفس القصة. هل سيعود هذا النظام بتوحشه وإجرامه وممارساته ليحكم الشعب السوري بالطريقة السابقة، أم سنتكلم مرة ثانية أن هناك حقوق وحريات ولا يمكن قبول هذا الأمر؟ فلذلك هذه الأمور هي حقا مسكنة، ونحن نريد أن ننظر استراتيجيا إلى حل شامل يشمل السوريين جميعا. شكرا جزيلا لكم الشيخ معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري السابق، كنت معي عبر الهاتف.